I cut my hair, I shaved my beard just because I volunteer. كنت طالب في أحد الجامعات الأمريكية. أنا أدرس في تكساس وكان أخوي جاينا زيارة. كنت في ولاية فلوريدا. كنا ندرس كورس صيفي مقبلين على تخرج. كنت أنا في الولايات المتحدة الأمريكية. كنت في ولايتي في أركنسا مدينة جونزبورو. كنت موجود في أمريكا في ولاية أريزونا. كنت في الولايات المتحدة الأمريكية. كنت طالب. كنت في مهمة علمية في جامعة بيركلي. توني متخرج صار أسبوع في صحافة وعلوم سياسية. كنا نكمل دراستنا الجامعية. كنت لسه خلص الامتحان من الجامعة. يعني أنا كنت في مدينة ما فيها كويتيين، أنا الكويتي الوحيد. أنا كنت في البرازيل، والدي كان سفير هناك. شهر 5 تخرجت، فاشتغلت فول تايم بالمركز الأبحاث للبترول بالجامعة. احنا كنا بأمريكا قدام التلفزيون. قبل 2/8 كانوا قاعد يحشدون العراق على الحدود، واحنا كنا نقعد نتيم معانا مع واحد من الشباب خالد وحميد وفلاح وحسين، كنا نسولف عن الاوضاع، نقول لا يبا وين يطقون يدشون، لا يبا مالك عمل، بس كذي. كنا نسمع في حشود على الحدود الكويتيه العراقيه، بس امانه احنا ما صدقنا ان العمليه راح تصير صدق وفعلا يدشون الكويت. لكن لما صار وشفنا قدام عيننا وانا قاعد نشوف القنوات وصارت يعني هالمصيبة هذه انصدمنا. الساعة 11 مساء توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، أسوأ تاريخ مر علي في وجودي. رايح رحلة سياحة مع أصدقائي كانوا زايريني جايين من الكويت، وصار يعني يوم الاحتلال او يوم الغزو، وكنا في شقة الاخوان فيصل المطيري وجاسم تويتان، وكنا طالعين متعشين برا وراجعين، وفجأة صار مثل الكابوس، يعني فجأة مناوشات على الحدود، وكنا قاعد نتابع CNN. بعد شوي العراق غزت الكويت، الساعة 6 الصبح ما في الكويت، احتلت بالكامل. سمعت خبر الغزو عن طريق CNN، تابعنا الموضوع خلال 4-5 ساعات، شفنا الكويت محتلة كلها. كان عندي أحد الأصدقاء، كنت أنا وياه بس تقريبا بالمنطقة هذه المدينة، كويتي الشخص، فيوم أتعشى عنده يوم أتعشى عندي، هذيك الليلة كنت أنا وياه ببيته قاعد، ما طلعت من البيت بعد العشاء دخلت بيتي. طبعا انا دائما عندي عاده احط الريموت كنترول بال يعني اول ما ادش البيت يكون الريموت كنترول موجود، اول شيء اشغل التلفزيون، فكانت صاعقه بالنسبه لي. فتحت التلفزيون كانت خريطه الكويت موجوده على شاشه CNN، والخبر القوات العراقيه تغزو الكويت في 2/8. فقال الوالد ايوه الكويت راحت. ذيك الليلة أنا راجع من المكتبة دائما أخلي التلفزيون على CNN. CNN Headline News, I'm Lynn Russell. Saudi Arabian television released pictures of Kuwait today, videotaped in the aftermath of Iraq's invasion of that country. And the world joins forces against Iraq with economic sanctions.
backed by a show of military might. أنا كنت في الكويت، يعني ما كنت في أمريكا. قمت على صراخ وعويل من الأهل، من الخوات ومن البكي، وطلعت قمت سألت عسى ما شار، قالوا إن العراقيين دخلوا إلى الكويت واحتلوا الكويت. تصنع الكويت، وحنا قبل لا نطلع من تكساس رايحين كاليفورنيا، كلمت الله يرحمه الوالد، قلت له سمعنا أخبار يعني إن في حشود على الأغراض بالسي إن إن، فقال لا إن شاء الله الأمور طيبة. اتصال يالي من دكتور إبراهيم بحر العلوم، قال لي ها وينك أنت؟ ايش قاعد تسوي؟ وين تبي تروح؟ قلت له رايح الدوام. قال لي شلون تروح الدوام وديرتك ماخذينها؟ قال طالع التلفزيون ولا نشوف العراق تغزو الكويت. عشنا بحالة اكتئاب وعدم تصديق اللي صار، وفورا قررنا أن نرجع الولاية اللي كنا عايشين فيها، وبينهم تقريبا فترة 16 ساعة سياقة بالسيارة. وأتذكر هالرحلة بالذات أن ما سمعت صوت أي واحد فينا، كلنا صمت 16 ساعة ولا أحد فينا تكلم. وأتذكر أن كان مشهد مريب لأنه ومهيب ومخيف. بطلت يعني التلفزيون أشوف خريطة الكويت، وهني كانت الكارثة. يوم كان صعب، ما كنا نعرف إيش قاعد يصير، شنو المصير. نسمع أصوات مدفعية ونسمع أصوات زجير الدبابات، وكان يوم حقيقة يعني طويل. ربعي قاعدين يبكون وقاعدين يعني يحاولون انهم يتصلون باهاليهم، وانا تلقائي قمت ابتدي اعمل اتصالات باصدقائي الامريكان وابتدي اشوف شنو اللي قاعد يصير. وصلنا ولايتنا وقعدنا نفكر شنو ممكن ان احنا شنو مصيرنا اول شيء، وشنو راح يصير في الكويت، وتضارب مشاعر بطريقه مو طبيعيه. حسينا بضياع، حسينا انه وبعدين يعني هل هذه السالفه صج مو صج؟ راح يطلعون ما راح يطلعون؟ اليوم بعد يوم بعد اسبوع بعد يعني العمليه صارت خلاص، صار غزو. عرفنا انه غزو، عرفنا انه يعني البلد دخل عليها صدام. نبي نحدد اولوياتنا، نبي نعرف مصيرنا. صرنا كويتيين، مواطنين كويتيين بلا هويه. هني بدت القصه. In key positions, Iraq announced that Kuwait's government had been overthrown by an internal revolution. The emir had fled to Saudi Arabia, and his brother had been killed in the fighting. A puppet regime was set up. Just a few days later, Baghdad announced that Kuwait was now the 19th province of Iraq. بدأت القوات العراقية تشكل السيطرات في الكويت، في الشوارع، في المناطق، والبحث على الناس العسكريين اللي كانوا موجودين داخل الكويت أو اللي كانوا في الجيش الكويتي أو غيرهم أو أي شخص ثاني هم كانوا يعني يبحثون عنه. فكان الوضع يعني كل يوم أي شخص يطلع لازم يعرف أنه ممكن ما يرجع البيت. كنا نمشي على الدائرة الخامس والأمور غريبة جداً، فمرينا من قصر بيان، الوضع غريب، سيارات في الاتجاه الآخر اللي كانت متجهة صوب السالمية صوب قصر بيان، من بين السيارات المدنية سيارات عسكرية. اتصلت بأختي ليل وقلت لها حوشي الماي، سكري الشبابيك، ابتدي كذا وكذا، وهي قاعدة تكلمني، وهذه أول وآخر مكالمة بعد ما صار في انقطاع لكل الاتصالات. تقول لي لنا إحنا كنا بساكنين بلؤلؤة المرزوق، تقول لي لبنى أنا قاعد أشوف التانكس وهم جايين على شارع الخليج، وهي قاعد توصف لي.
فقلت لها اخذي حذر، يمعي ماي، سوي كل الأشياء اللي أنت تحتاجينها. وبعد ساعات صار في انقطاع بالاتصال. شيء صعب كلش كان صراحة، شيء ما يوصف. والله أتوقع ليلتين ما نمت بس أتابع الأخبار وقاعد أدور إذاعة الكويت. إذاعة الكويت ما في، ما في، ما في الإذاعات كلها الموجات اللي موجودة في الراديو ما في. ولا إذاعة شغال. أول ما رفعت السماعة وكلمت الوالدة تكلمنا، كانت تبكي تقول غدروا فينا غدروا فينا. فعلى طول أنا شلت التليفون، دقيت على البيت، الخطوط كانت مجهولة في الكويت ما نقدر نوصل. اتصل أختي تقول لي لا الحين قاعدة بروح الدوام. قلت لها أنت متأكدة؟ فتحي الراديو وشوفي إيش السالفة. حاول اتصل على البيت بعد هالصدمة هذه، شوف وين صار على الأهل وصار على الديرة. ما في تلفونات ولا حد يرد. كانت الخطوط يعني بذاك الوقت صعبة جدا. اتصال اثنين كان يمسك معاي، اتصلت على الأهل من الكويت متجمعين كلهم هني، قالوا إن يعني العراق داخل الكويت، وأنا والدي الله يرحمه كان في الداخلية ضابط، فكان للحين ما يعرفون عنه شيء، موجود للحين ما رجع. اتصلت في صديقي الحين دكتور أحمد دشتي، كان موجود بالكويت، هو كان عندنا فرايح الصيف الكويت وصارت صار الغزو فما قدر يرجع. فعلى طول اتصلت فيه قال إيه إحنا أذكر، قال لي وجيش الأمريكي، قلت له جيش الأمريكي جاي والسفن الحربية الأمريكية جاية. فعطيته أمل إن ترى لا تخاف كل كم يوم إن شاء الله الأمور. بعدها قطعوا كل اتصالاتنا بالكويت وما كنا نعرف شو يصير إلا عن طريق الإعلام. في البداية كان في اتصال، الأهل كانوا يطمنوننا ويقولوا لنا يعني احنا لا تحاتونا، كانوا ما يبون يخلونا احنا نحاتي ونقلق، رغم انهم هم كانوا يعانون الامرين، رغم انهم كانوا تحت يعني يعني مصيبه الغزو، الا انهم كانوا ما زالوا يفكرون ويحاتونا. هذا زاد همنا على هم. حاولت اتصل الكويت ما قدرت. قالوا لي طبعا سمعت الاخبار، قلت لهم اي سمعت، ووالدي خبرني اني ما اتحرك اظل في مكاني. كنت أيامها صحفي في جريدة الكويت تايمز. كانت الجريدة تجيب صحفيين أمريكان يقعدون على حساب جريدة في الكويت لمدة 3 أشهر. فكانت الأخت ويانا كان يعني صار لها تقريبا 6 أسابيع. تطورت الأيام والاحتلال يعني استمر، وأنا حاولت أن أوصلها السفارة الأمريكية. السفارة الأمريكية كانت يعني مقطوعة وقطعوا بعدين تلفوناتها. فما كان أمامنا إلا أن أطلعها من الكويت، وأنا ما أعرف شيء في البر وكذي، وكنت أسأل مين يصار، وسمعت أن في ناس بيطلعون. كانوا هناك أشخاص معينين الحقيقة اللي هم يفهمون تضاريس الصحراء، يعني يعرفون الأماكن اللي وين ممكن الجيش العراقي يكون متمركز فيه. كانوا في ناس بيطلعون مثل منطروني شوي، رحت أنا لبست حجاب نظارة شمسية، لشنا طبعا بيلقطونا من بعيد، يعني شعرها أشقر أحمر بعد، يعني معروفة من بعيد إنه بيشوفون إن هذه مو كويتية. اختاروا الساعة 1 الظهر بالتحديد، لأن الكثير من اللي موجودين وإن كانوا موجودين إذا كانوا في هناك بعض أفراد الجيش العراقي راح يكونون حر، كان وقتها حر يعني، وما راح يكونون برا على في 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 يعني وضع مراقبة أو شيء، راح يكونون في ثكناتهم وما يكونون برا. فإحنا مشينا في البر، طلعنا من صوب شبد، كان في جيش عراقي على الدوار على الشارع نفسه ما طالع الجنود، عشان إنه ما في واحد يقول لك أوقف أو شيء أو يعطيك أمر تبي تمشي. بعد نمشي في البر ونشوف السيارات اللي تمشي، أي سيارة بنشوفها من بعيد نحاول نصير قريب يعني عليها، يمكن هم يدلون يمكن نمشي وراهم. فجأة شفنا مجموعة سيارات، مجموعة كبيرة من السيارات،
طالع هناك ولا مكتوب وقفونا ولا قوات المملكة العربية السعودية. طبعا يعني كان يعني كأنك طالع من موت يعني. وبعدين صار الأمر سهل لحد ما وصلنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة. أخذتها في الرياض للسفارة الأمريكية، فبعدين رحت أمريكا، قعدت في قطر لفترة معينة، ومن ثم إلى الولايات المتحدة. اتصال مع السفارة، أعطوني أي شيء أقدر أسويه أنا عشان الكويت. كان الرائد فهد العدواني الملحق العسكري هناك كان زميل للوالد، فاتصلت فيه قلت له شنو نقدر إحنا نسوي. قررنا أن نقدم اختباراتنا في الكورس الصيفي يعني قبل الموعد. طلبنا من أساتذتنا وكانوا مشكورين ومتعاونين جدا، وقررنا أن نجمع كل الشباب الكويتي ونوزع المسؤوليات على أنفسنا، ونحاول ندعم توجه السفارة والملحق الثقافي آنذاك يعني بعد الاستماع إلى توجيهاتهم هناك. بعد ما رتبنا أنفسنا استلمت أنا شخصياً الدور الإعلامي للمجموعة ودور ضابط الاتصال مع سفارة الكويت. اتصلنا بالسفارة، شو نسوي؟ شو نقدر نسوي؟ شو نقدر نساعد فيه؟ جاي يقول أكثر ما تقدرون إحنا تطلعون باعتصامات أو مظاهرات سلمية، بشرط أن تكون سلمية. طلعنا في ساحة ما يسمى بساحة الجامعة، كانت عندنا حديقة كبيرة في يونيفرسيتي في أريزونا. كان في جهد كبير من قبل السفارة المرحوم السفير الكويت أنا ذاك الوقت الشيخ سعود، بالإضافة إلى منظمة فري كويت أو مواطنون لتحرير الكويت، الطلبة الكويتيين، المواطنين الكويتيين اللي كانوا موجودين، فكنا ناشطين نحن في منطقة جنوب كاليفورنيا، المنطقة اللي أنا كنت فيها بذاك الوقت. رحنا أذكر في ولايات ثانية، شاركنا بحملة جمع توقعات مع الدكتور حامد الفريح الله يذكره بالخير والدكتور سيف عباس رحمة الله عليه، وشاركنا في مؤتمرات اتحاد الطلبة والدعوات اللي كانت تدعينا لها السفارة، ومنها المظاهرات أمام البيت الأبيض. بحكم أني كنت أشتغل يعني أدرس في الصحافة والتلفزيون، وحينها سعيت أني أطلع جريدة، وطلعت جريدة بالتعاون مع الجامعة سميتها كويت تايمز. ووقتها أنا صورت، رحت واشنطن لمن يا الله يرحمه الشيخ جابر، والتقى في بوش الأب في البيت الأبيض، فإحنا سوينا مثل مظاهرة سلمية لدعم الجهود لحرب تحرير الكويت. وعملنا عدة مظاهرات سلمية أنا وإخواني الكويتيين، كان معانا أمريكان، محاولين أن نجمع تواقيع من الشعب الكويتي أن يوافق للحكومة الأمريكية أن تذهب وترجع الشرعية الكويتية وتدافع عن الوطن. وصلنا خطاب رسمي من السفارة أن باب التطوع مفتوح، على قولتهم fully booked، ما لكم بأي شيء مصاريف لغاية ما تجون عندنا. جاني اتصال آخر من السفارة أن فتح باب التطوع ومحتاجينكم ونداء الوطن وهذا، فقلت اتفقت أنا وصاحبي أن نروح نتطوع. كان موجود أخوي في ولاية ثانية، عندي أخوي أكبر مني، فطلبت منه أني أنا أسلم عهدتي كلها كامل
أغراضي هناك. قلت له أخوي أنا أسلمك الأمانة وهلا هلا في أمي وأبوي. كان أخوي موجود معانا في أمريكا، كتبت له وصية وقلت له تعتذر من أبوي إذا لا سمح الله صار فينا شيء، هذه الرسالة تعطيها. أبوي الغالي، ماكو أحد أغلى منك عندي في الدنيا. أنت ربيتنا على حب الوطن، ويا اليوم اللي نضحي فيه بأرواحنا فداء للكويت وترابها، وما وصيك يعني. وتوكلنا على الله، رحنا إلى واشنطن على أساس أن نتطوع مع الطلبة الكويتيين. فقلت له هلا هلا بأبوي وأمي وإخواني. أنا ما أدري إذا رحت، ما أدري هذه حرب، أرجع ما أرجع. جاء أقول لي أخوي ترى هي دور شوية، قلت له أمانة ما أقدر، خلاص اللي قاعد أشوفه ما أقدر، لازم أروح. وصلتني رسالة من الملحق العسكري اللي في واشنطن، في قبل أنسر ماشين، يأمروني باسمي ينادني نداء الوطن، يناديك يا وسام التحق مع القوات الأمريكية عن طريق اتصال رقم الفلاني. وفعلا تم الاتصال وتطوعت مع الجيش الأمريكي. سمعنا أن السفارة قاعد يطلبون كويتيين أن يحاربون مع الجيش الأمريكي، وطبعا كانوا يتصلون في الطلبة، فأنا اتصلت في السفارة وقالوا أوكي يعني حتى أنت مطالب، بس إذا تبي تتطوع عادي. لم أتردد أبدا في 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 التطوع، كان هذا واجبي، مع أن ذاك الوقت زوجتي وأبنائي كانوا معي في أمريكا، لكن أهلي أيضا ووطني كان مغتصب. أخوي تطوع، وبناء على ذلك أنا تكلمت مع لما تطوع شجعني وكلمت أهلي، قلت لهم إن أبي أتطوع. طبعا أمي يعني قالت لي إن ما عندها مانع، بعدين اكتشفت إن هي كانت تبكي ليل ونهار، لأن اثنيناتنا بنروح، إحنا أولادها الوحيدين، عندي أخت صغيرة. شاف العدد قل شيخ سعود، فكنا قاعدين في مسرح في واحدة من الفنادق كبيرة، فقال يا جماعة ترى في ناس في مرض، في ناس ما راح تقدر تشارك، وأنا ما عندي استعداد إني أنا أضحي فيكم. قلنا له افتح لنا الخطوط التلفون عشان نتصل نشوف ربعنا خليون، هذا بعد هذا يومهم، بعد إذا ما يروحون يخدمون في هاليوم هذا متى يروحون؟ أمانة يعني كل طاقات وفرها لنا الشيخ سعود، استدعينا في العدد زايد. أيضا كذلك مصر كان الشيخ سعود الشخص، الأشخاص اللي عندهم حالات صحية يعني ما يشاركون، فالله يذكره بالخير. أنا ما أذكر الاسم بس أذكر عائلته، من عائلة العجران، طلع في قصيدة جدا جدا حلوة. فقال حق الشيخ سعود رحمة الله عليه، قال إذا المرض والإعاقة تمنعني من خدمة بلدي أنا الجنسية هذه ما أبيها. فقرر في نفس اللحظة الشيخ سعود، قال الجميع يشارك بلا استثناء. جت السفارة وطلبوا الكويتيين، لبينا النداء وأذكر أن رحنا العاصمة دي سي، قعدنا يمكن بس يوم. طلبوا منا اللي يرغب أن يتطوع مع الجيش الأمريكي كمترجمين. قالوا لي نعم فعلا احنا نحتاج المتطوعين في الترجمة ونبيكم بأسرع وقت تيون. شلون؟ طبعاً هم قاموا بالإجراءات الرحلة والتذاكر، وطبعاً رحنا. كنا نبي القتال، متسرعين إن بنروح، يعني ليش قاعدين؟ يلا متى؟ طبعاً الدورة اللي صارت فيهن كانت في فورت ديسك جيرسي. تطوعنا بالدفعة الثانية أنا ومع إنه شهد وياي أعتقد جاسم الحبيب اللي اذكرهم معاي وكم واحد. تطوعنا رحنا المعسكر، معسكرنا كان مدة اسبوعين.
كان تدريبه شيء ميداني عادي، بعدين لما سلمونا السلاح وشالوا بي يعني قلنا نشيل السلاح حسينا ان الوضع يعني لا تداش في حرب. شباب وكنا يعني صغار سن نوعا ما، ولا عندنا أي خلفية عسكرية ولا عندنا أي شيء، لكن حبا بالكويت وديرتنا فأي شيء مستعدين نسويه. إحنا مو جنود، إحنا طلبة، إحنا نعرف الكتاب والقلم والمحادثة بس ما نعرف نشيل سلاح. تحولنا من طلبة مرفهين يعني عايشين بدلع ودلال إلى فجأة صرنا عسكريين التزام، ومن الصبح نقعد من الساعة 5 ما ننام إلا الساعة 11 بالليل. فالفترة الانتقالية هذه بالنسبة لنا يعني كانت صعبة وفيها تعب، ولكن كان هدفنا واللي بين عيوننا أن شايفين الكويت. إحنا وين كنا وين ودونا؟ إحنا كنا طلبة قاعدين يعني في أجواء وإلى أن إحنا ودونا سوونا شنو؟ سوونا يعني جيش قاعدين يهيئوننا ويأهلوننا في قاعدة أمريكية في عز البرد والثلج والثلوج، إلا أن إحنا يعني صراحة قبلنا هذا يعني التحدي. وكلنا أغلب الكويتيين الشباب سواء كانوا طلبة ولا غير طلبة التحقوا وراحوا القاعدة وتدربوا لمدة 8 أيام. تدربنا يعني تدريب قاسي جداً. إلى المجموعات، انتقلنا من مدينتي إلى مكان اللي كانت في قاعدة أمريكية، وتجمعنا هناك في قاعدة اسمها أذكرها فوردكس نيوجيرسي. طول الوقت تدريب مع رماية، كل شيء علمونا، أهلونا للعملية العسكرية وك تدريب بالنسبة حق إطلاق النار وعلى الرشاشات، وكنا نروح حصص ودروس ناخذ دروس في تعليم الشفرات العسكرية والكودات اللي كانوا يعطونا إياها. وكان في مدرس كان يجي أمريكي بس كان يتكلم عراقي. أول شيء رحنا الهيلتون في واشنطن دي سي، إنزين قعدنا يومين سوينا فحص طبي وما شابه وقالوا لنا شنو الوضع وهذا وخلونا، بعدين حطونا بباصات. اذكر ذاك اليوم الاعلام كل الامريكي قاعد يعني يصور، زين خذونا ودونا فوردكس 25/1. احنا رحنا فوردكس، هذه القاعده يعني مكثنا فيها تقريبا شهر في 3 دفعات. الدفعه الاولى باكتوبر، اظن الدفعه الثانيه كانت يا بنوفمبر يا بديسمبر، والدفعة الأخيرة اللي كانت بيناير. وكل ما يضيفون دفعة مدة التدريب تزيد. التدريب ينقسم إلى قسمين، تدريب ميداني على استخدام السلاح والقناع مع الغاز وآلية التعامل مع الحرب الكيماوية وغيرها، والجزء الثاني تدريب بالتنصت والتجسس على الجيش العراقي، لأن جزء منه كان يروح للتنصت وجزء منه راح يروح مع 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 الصفوف الأولى في الحرب على الأرض. إحنا كنا 40 طالب كويتي من الولايات المتحدة، وجابوا لنا 20 طالب من بريطانيا، فصار الإجمالي 60 طالب. رحنا إلى قاعدة اسمها فورت ديكس في ولاية نيوجيرسي، قعدنا يومين، جهزونا من الناحية العسكرية لبس ونظارات وكل الاحتياجات اللي يحتاجها أي شخص عسكري. كان الوقت برد، عطونا ملابس عسكرية، قالوا لنا راح نبدأ في تدريبكم و يعني تدريب حقيقي لأن أنت راح تدخل معركة. دربنا على
أساسيات العمل العسكري في الانضباط وفيرست ايد في الإسعافات وغيره وغيره وغيره. دربونا هناك تقريبا 8 أيام تدريب سريع على استخدام السلاح وأمور أخرى منها كيفية لبس القناع الواقي من الأسلحة الكيميائية. التمرين كان يعني كان شيء جديد بالنسبة لنا وشيء صعب، يعني الغاز تشامبر كان وايد صعب الصراحة. أول مرة حسيت إني راح أموت لأن الواحد ما يقدر يتنفس. دخلونا في غرفة الغاز على أساس يصير عند الشخص عنده ثقة في الكمام. ندخل كلنا ولابسين الماسك ويقومون يحطونا بغرفة مثل هالغرفة هذه ويصففونا على الطوفة على الطوفة كلنا وقاعدين نطالع بعض. فأنا على الطوفة اللي على الباب ما أوعي اللي يقول لي take off your mask، إيده على كتفي ويسندني على الطوفة، يسندني على الطوفة يعني إنه كذي يقول لي take your mask off. أقوم أنا أشيل الماسك ولي الحين ماسكة نفسي، سويت النفس كان يقول لي What's your name؟ كان أقول له لبنى. And he's like I can't hear you. What's your name؟ لبنى. الحين النفس الحين بيخلص. يقول لي Say free Kuwait. قلت له free Kuwait. I can't hear you. والحين قمت أعافر. أعافر. I can't hear you. كان أقول له free Kuwait. يوم قلت free Kuwait. كان تدخل كل هالغازات برئتي. انزعوا الحين الكمامات. طبعاً أنا اختنقت يعني أنا عندي شيء ربو خفيف يعني فالغاز هذا يخنقك بالكامل. سوينا أغلاط يعني شمينا ريحة الغاز كم مرة فكانوا يعيدون علينا كل كم يوم بهالغرفة. لكن هي لم تكن غازات سامة، لا هي على أساس أن الواحد يعرف قوة التحمل الشخص وأيضاً كيف يلبس الكمام. غرفة مرعبة صراحةً يعني دخلنا يدخلونك شخص شخص بالغرفة والغرفة حاطين فيها غاز طبعاً مش حقيقي أكيد بس نفس الحقيقي. يعيشونك بجو أولاً هادي بعدين يطلبون منك وضع القناع برا وبعدين يبدون يدخلون ويصارخون في أوجهنا ويحاولون يفزعوننا يحاولون يربكوننا يحاولون ان يعني حتى يعيشوننا الموقف ذاته. نبدي نتعود ان لو صار كذي صارت قنبله صار في شيء شلون تتصرف. دربونا على حمل السلاح الرمايه دخلونا في غرفه غاز كل شيء دربونا عليه. تدربنا على سلاح M16 التدريب كان مكثف شديد قاسي اللي ما كنا ننام يمكن 3 ساعات على مدى اليوم كله نامنا 3 ساعات نصحى من الساعة 5 الفجر 4 الفجر والدنيا ظلمة ما يمدينا ننام إلا إحنا نقعد ونقوم وكذا وهذا ونطلع برا. علمونا على لغة كأنها عربي إنجليزي خليط بين الأحرف العربية والإنجليزية واسمها سات. هذه اللغة كيف تكتب اللغة العربية بالأحرف الإنجليزية حتى يأخذها ضابط الارتباط اللي واقف وراك عندما تتنصت على العراقيين ويسجلها في دفتره ويدخلها في الكمبيوتر وتترجم له المعلومات باللغة الإنجليزية. وكلما يعني قدرت تأخذ معلومات والهدف منها شلون تحدد الإحداثيات مالت الموقع اللي أنت قاعد تتنصت عليه. بعد ما يتحدد وجود الجيش العراقي يتم التشويش عليهم أو بما يسمى الحرب psychological warfare. كل ما تكلم الشخص ألف واسمعه أسجل بياناته وأحاول أضغط الزر لتحديد موقعه. كلما ضغطت على الزر كلما صغر الموقع
بعد 5 دقائق يجيك ضابط الارتباط يطقك على صدر أو كتفك يقول لك مبروك يو جات ذا كيل. أكو مارشات كثيرة كنا نقولها، لكن اللي أتذكرها I cut my hair, I shaved my beard just because I volunteer. I used to date a beauty queen, now I'm dating my M16. I feel good. والجون دارا را 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 ويحركونا بالأغاني here we go again same وما شابه يعني. وحتى مرة قال الدرسات قال ما ندري شلون نتعامل معاكم، أنتوا جنود ولا طلبة. أحلى يوم في حياتي ما أنساه وقت يوم تخرجنا من التربية العسكرية وإحنا نقسم الله الوطن يعني هذه كانت من أحلى أيامي اللي ما أنساه في حياتي عندما أقسمنا هذا إنه خلاص الله الوطن أمير إنه لازم ترجع الكويت وش يصير؟ أقسم بالله العظيم واحد معاه سلاحه والدفل باق على ظهورنا ويوم رحنا ودونا نزلونا ودخلونا بالمطار الا شفنا طائره الجابريه انصدمنا اللي يبكي اللي مستانس اللي يصفق اللي يعني الحاله تغيرت من حال الى حال حسينا ان الكويت جايه تحتضننا حسينا ان الكويت جايه تتلقفنا فعلا حسينا ان بالكويت فارزيني مع مجموعة مع ما يسمى بالأمبيز أو الميليتري بوليس أو اللي هما الشرطة العسكرية فأنا ما كنت راضي رحت حق المسؤول أعتقد العسكري عن المجموعات الكويتية وكان ما أنسى اسمه بعد 30 سنة ما أنسى اسمه كان اسمه كولنل ليبكي و رحت له قلت له أنا ما أبي أكون في الأمبيز ما أبي أكون في صفوف متأخرة أنا شاب صغير عمري 19 سنة 20 سنة قلت له أبي أكون في الصفوف الأمامية أبي القوة اللي تدخل الكويت أنا أهلي هناك أبي أروح أشوفهم فقال لي سولف وياي يعني. أبي أشوف إمكانياتك اللغوية لأن أنت راح أفرزك مع مجموعة تكون داخل الكويت ففعلاً بديت أسولف وياه ابتسم شوي جاي نادي الضابط اللي تحته قال نقلوا حسين من ميليتري بوليس إلى مجموعة اسمها سبيشال أوبريشن فورسز قوة العمليات الخاصة وصلنا السعودية 17-1 اللي هو بداية حرب تحرير الكويت وصلنا إلى مطار الملك فهد وكانوا في طبعا الأمريكان هناك وخذونا في باصات احنا قعدنا قعدونا في مطار الملك فهد بين في مطارين واحد مدني حق تنزيل السي 5 والعتاد ما العتاد طيارات الكبيرة هذه تشتغل 24 ساعة وعلى أذكر هذه على اليسار على يميننا كانت الـ F-16 والـ A-10 يطيرون وكان إزعاج لا يطاروا وتهز الخيمة كان خيامة هنا يعني
بس كان الصوت عندنا موسيقى لأن ندري أن هذا لتحرير دولة الكويت. ودونا منطقة المحايدة بين السعودية والعراق وستيشن هناك. مجموعتنا ودونا الدمام، قسمونا في المطار، قسمونا أقسام. احنا قسمنا كنا رايحين، رحنا مطار حربي. انتقلنا الى قاعدة الملك خالد بالظهران كلنا طبعا، حتى يتم فرز الطلبة يعني مترجمين للقوات الأمريكية في الجيش الأمريكي. كان التاريخ بالضبط كان 6 فبراير 1991. أنا ومع إنه الأخوان كلبونا نفس المكان في ذاك الوقت في القاعدة، قعدنا حوالي يمكن أسبوع أو أكثر. بعدها وزعونا على وحداتنا، الوحدات الأمريكية. بنفس الليلة وإحنا نايمين جاءنا صاروخ سكود. بعدونا ولبسوا الجير مالكم والغازات ومدري إيش وهذا، فكان اختبار بالنسبة لنا. ولكن لله الحمد يعني الصاروخ إنه فجروه هو في الجو. ودونا إلى فرقة مشاة، فخلونا مع كتيبة في هالفرقة هذه، وكان فقط احنا ننصت اي حديث داير بين الجيش العراقي عن تحركاتهم.